السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوت الناس ديال العيد الكبير، الناس اللي باغا تشوف الحولي. المهم حنا غادي لواحد البلاصة سميتها النوانة باش تشوفوا الحولي وتمتعوا ليا بالخيرات ديال الصرين ديال بني مسكين. خليني من الحولي ديال المرجان وغادي نشوف الحولي اللي كيكبر في الطبيعة وفي بلاصتو. يلا خلينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا النوانة النواحي ديال البرور عند الإخوان كيقول لهم الشيخ موهوب. الصراحة كنا جينا عندهم المرة اللي فاتت وكنسولونا بزاف ديال الناس، عاوتاني رجعنا عندهم الناس اللي كتكسب الحولي وكتهلا فيه يعني بحال الهواية، واخا ما تقدر ما تربح فيه ولكن كتبقى لك البنية ديال التربية ديال الصبي تبارك الله. المهم انتم غادي تشوفوا تبارك الله كيما كيبان لكم الخير الناس تبارك الله ما شاء الله. هاد الحوالي تبارك الله كلشي مبيوعين، جينا ما لقيناش قلنا اللهم نسجلوا هاد الفيديو نوريو لكم بعدا اللي بغا يجي يستافد العام الجاي ان شاء الله. المهم عقلوا على هاد السمية وعلى هاد العائلة اللي جاو يتعاملوا معكم. الناس كتحشم شوية وباقا فيها الحياة وما تلقاش مع المشكل، فهمت؟ المهم كيبغوا يسافروا فرحان كيبقى فيهم الحال انهم ما كيعطيوش الحول. المهم تبغى تشوفوا وردوا عليا. تبارك الله صافي هادي السمو عسل العالم مليحة تبارك الله راه ماشي وعلف نقي ومرقد نقي بزاف حنا حتى هنا دوك راه قلت هنا في السوق راه هذا كان شي حاجة طلعت فوق انا غنوريكم كودية اللعبة اللي ما كيعرفهاش، اشهر كودية في منطقة البرور بني مسكين. هاد البلاصة هاد كودية سميتها كودية اللعبة، ها هي اشهر كودية في البرور.